امام السحاق الدستوري وهو مجلس الشيوخ. ولذلك فان من اهم وعلى هامه المشروعات القوانين التي ستنظرها اللجنه وينظرها المجلس، اللجنه بتنظرها بعد الاحاله من رئيس المجلس، قانون مشروع قانون مجلس الشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مباشر القوى السياسيه، قانون الاجراءات الجنائيه، وعلى وجه الخصوص استئناف الجنايات، لاننا امام استحقاق دستوري في ان نكون امام استئناف جنايات خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وخصوصا انه عندما صدر القانون رقم 11 سنة 2018 في أن يكون النقض على درجة واحدة، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم بتفصل في الموضوع، كان في ضمير المشرع في ذلك الوقت أننا سنعوض هذه الدرجة باستئناف الجنايات. ولذلك فإن وجود نص أو نصوص بتنظم استئناف الجنايات أمر واجب لتحقيق العدالة وتحقيق الموائمة التشريعية بعد إلغاء أو بعد فصل النقض على درجة بالنسبة للجنايات على درجة واحدة، وعلى أن يعمل به اعتبارا من 1/1/2020 باعتبار أنه أمر متعلق بتحقيق العدالة واعتبارات العدالة بتعلو وتسمق على أي اعتبار آخر.